ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. وسط صيت الشرط الموقوف هشام الملولي لبطل الكيك بوكسينج الهولندي ريكو فيرهوفن بعدما قاد مغاربة مواقع التواصل الاجتماعي حملة إيصال التحدي الذي طالب بها الملولي. وتابع بطل الوزن الثقيل فيديوهات الشرط المغربي الموقوف وهو يتحداه مخاطبا رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتوقف عن إرسالها له، إذ كتب في رد على إحدى تعليقات المتفاعلين: توقفوا عن إرسال هذا الهراء. كما تطرق موقع آدي الهولندي لتحدي الملولي ملقبا إياه ببروس للمغرب، مشيرا إلى أنه يرغب في الانتقام لمواطنه طارق خبابز الذي انهزم في النزال الأخير، إضافة إلى باقي المغاربة الذين سقطوا أمام الهولندي. وأكد المصدر نفسه أن ريكو لن يأخذ هذا التحدي على محمل الجد رغم الحملة الكبيرة التي يخوضها المغاربة لإيصال رسائل الملولي لملك الكيك بوكسينج. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.